الشبهة الأولى يقول يقال أو يثار سؤال: ماذا استفادت الأمة من هذا الغياب، من غياب المهدي؟ ما استفادنا؟ استفادت الأمة من غياب المهدي هي الاستفادة عندما استفيد الإنسان. أنت اهداء يا عزي اهداء، لو سمحت خلني أجاوب. القلقل هذا الكثير ما يعجبناش، ولا بنبطل الاتصال هذا والإجابات. رد إجابة صحيحة يقنع المشاهدين. خلني أجاوب. ماذا استفادت الأمة من غيابه؟ استفادت الأمة من غياب المهدي أنها استفادت من شوف رابح صقر إذا إيش استفاد أي. إيش استفدت أنت من هذا السؤال؟ إيش استفدنا جميعا من هذا؟ أي إيش استفدت أنا؟ أحرجتنا على استفاد. إيش استفادت الأمة؟ يعني إيش استفاد؟ هذا السؤال لا ينفع سؤال. لا يعني ليس سؤال. لديك إجابة على هذا السؤال. ما هذا ليس سؤال. التساؤل الثاني ليس يقال سؤال. ويسأل البعض: ما هي الوظيفة التي كلف بها هذا الرجل أو ما تسموه الرجل المقدس أو هذا المهدي المنتظر في الغيبة هذه في عصر الغيبة؟ في عصر الغيبة ما هي وظيفة الإمام المهدي في عصر الغيبة؟ وهي وظيفة معروفة، أن وظيفة الإمام المهدي في عصر الغيبة وهي أنه عند في عصر الغيبة يعني إذا وظيفة إذا تمام. وظيفة إيش؟ الوظائف معدومة الآن، اليمنيين 6 أشهر أو 12 شهر بدون مرتبات. كيف وظيفة؟ هذا لا أتحسبه شخص آخر موظف في وزارة؟ شنو هذا الخبر؟